يبدو واضحا من خلال مقابلاتنا مع عدة نشطاء ومسؤولين أن الحل لإشكالات ومعوقات التنمية في مدينة صفاقس وفي بقية المحافظات التونسية الأخرى قد يكون في تطبيق قوانين اللامركزية التي نص عليها الدستور التونسي الجديد، خاصة وأن البلاد تستعد لتنظيم انتخابات محلية نهاية العام القادم. إذا وقع إن شاء الله يقع قرار قوانين وتكون دستورية كما نتمناو ويقع قرارهم بالنسبة للجهات، مش يبقى تواك هنا الجهات أبنائها مش يكونوا وهم المقصرين أم لا، معناتها الكرة عندهم هم، معناتها كما يقولوها تتقلب الآية. احنا مش يكونوا متفائلين ويزمنا نكونوا متفائلين. على كل إذا خرج القانون هذا نتخيل مش يكونوا أحسن من مما كنا. أنت أطلقت منذ سنوات قليلة مبادرة سميتها صفاقس تحلم، مصطلح الحلم. هل الحلم في مدينة صفاقس رغم كل الشكاوي يعني وكل المشاكل التي تعاني منها مازال ممكن اليوم؟ هو باش نكونوا واضحين، هو الواقع المر اللي تعيشه صفاقس هو غياب الحلم، لأنه يعني شعب بالنسبة لي شعب لا يحلم، شعب لا ينجز. اليوم في فكرة إقامة معناتها تكوين جمعية صفاقس تحلم هي لبث ثقافة الحلم، لبث الأمل في خاصة لدى الشباب، كنا نجم يكون الواقع متاعنا هذا إذا أردنا وإذا كانت همتنا شدينا صحيح باش نقدموا القدام راهو ممكن. هي صفاقس تحلم هي أساسها فكرة تنمية جهوية، كيفاش بالنسبة لتونس ككل، كيفاش تونس مع تتجم في الوضع هذا تخرج من أزمتها، الأزمة اللي تعيش فيها وخاصة في الجهات الداخلية، هو كونه انطلاقا من كونه كان كل أبناء جهة يتلهوا بجهتهم نجموا نأملوا كل ولاية الجمهورية في يوم من الأيام تزدهر. طيب، ولكن هل هناك مجال لأنه أبناء الجهة يقومون بتنمية جهتهم بشكل فعال؟ يعني أتحدث عن المجال من ناحية القانونية السياسية، يعني هل هذا هناك مجال موجود؟ اليوم معناتها اذا نحكيوا احنا كجهه لابد من وجود راس مال وطني، قلنا احنا لما لا معناتها التفاف كل ابناء الجهه حول شركه تنميه جهويه يكون راس مالها متكون من امكانات من ابناء الجهه، من ابناء الجهه نفسها. وتكون مشاريعها مش مشاريع خيريه، تكون ذات مردوديه ماديه اكثر مما هو موجود في الساحه الماليه، وتكون تقوم بالمشاريع الكبرى التي لا يقدر المستثمر اللي يعيش في الجهة باش يقوم بها. هذا هو المنطلق الأول، هناك مردودية، المردودية مادية ومردودية نفسية ومعنوية لكونك ساهمت في تنمية الجهة متاعك، لأنه ثم العديد من المشاريع الواقفة على الاستثمار اللي هي من ديروسور معناتها من مشمولات القطاع الخاص تنتظر في مستثمرين. لوين ننتظر في مستثمرين؟ هل هناك أفكار عملية؟ هناك مثلا مشروع تبرور. مشروع تبرور هذا حلم من احلام صفاقس، سكان مدينه صفاقس اللي يمشي يخليهم يتفتحوا على البحر، يتصالحوا مع البحر وغيره. مشروع فيه 420 هكتار حاضرين للبناء وللتعمير، مش نستناو مستثمر اجنبي؟ اذا مستثمر اجنبي مش يعملوا، ما ثم مردوديه ماديه، لما لا ننتفعوا بها احنا المردوديه الماديه ونقوم المشروع هذا؟ اذا يتلمدوا مع أكبر عدد ممكن من المساهمين كل حسب إمكاناته نجمو نبدأ في إنجاز المشروع هذا. شكرا جزيلا لك. شكرا. نواصل حديثنا مع رئيس غرفة التجارة والصناعة في صفاقس السيد رضا الفراتي. أهلا وسهلا بك. أهلا سيد رضا. يعني الملاحظة واضحة، هناك إشكال تنمية في صفاقس، أين يكمن الحل لي يعني الوصول إلى الانتعاشة الاقتصادية في مدينة صفاقس؟ النسق التنمية ديما في نظر الرجال الأعمال ومؤسسات الاقتصادية ديما نشوفوه ضعيف، لأنه المتطلبات الاقتصاد في صفاقس ما هيش هي كما المتطلبات الاقتصاد في تونس ككل، في بلاد تونسية. احنا في صفاقس اللي مش نعمله، إذا نحبوا نعملوا التنمية بالنسق اللي وبالنسق والنمو اللي احنا تقدر النشيز الاقتصادي في صفاقس ورجال اعمال في صفاقس ينجموا ينجدوه، لازمنا برشا عوامل اخرى
نحروا فيها هالاقتصاد وهالنمو. احنا نحسوا الواحد في صفاقس النمو مكبوت، ما عنده حاجة مسكرة، وما اذا تتحل نسبة النمو ونسبة الاستثمار في صفاقس تتضاعف. سيدا فيما تتمثل هذه العوامل؟ يعني العوائق هي مثلا ناخذ في صفاقس عندنا دواء، اذا نحبوا نوفروا نسبة النمو في التنمية والاستثمار في صفاقس لازمنا ثلاث عوامل ناقصين في صفاقس. اول حاجة العمال، احنا في صفاقس نفتقد للعمال ونسبة البطالة ضعيفة ياسر، نحكي كعمال مش كأصحاب شهادة عليا. نشوفوا كونه العمال كلهم يجيونا من خارج ولاية صفاقس، ولازموا فما أزمة متاع سكن وأزمة متاع أحياء شعبية، ولازم المعامل تكون بحذا الأحياء الشعبية لأن باش تستقبل العمال هذوما اللي خارجين من جايين من خارج ولاية صفاقس. الموضوع الثاني هو العامل متاع المناطق الصناعية اللي ما هماش في الكبر اللازم وبعاد ياسر على مدينة صفاقس، ووقتا عندنا زاد لأنه مربطتين ببعضهم، مربوطين بعضهم العمال والمناطق الصناعية، لازم مناطق صناعية يكونوا بحذها عمال ولا العمال بحذها مناطق، وهذا اللي مش قاعد صاير في صفاقس. المشكل الثالث هو اللامركزية، احنا لوجوا على اللامركزية في صفاقس ونستناو فيها وننتظروا فيها، واللي هي حاجة خرجت في الدستور التونسي ونفتخروا بها لأنه هذا عامل من عوامل البلدان والسياسات المتقدمة في العالم. نشوفوا كون البلدان المتقدمة كلهم إذا نجحوا في الاقتصاد متاعهم ونجحوا في النمو الاقتصادي اللي احنا نرغبوا له هو باللامركزية. شكرا جزيلا لك. شكرا. المسؤولون الجهويون والمحليون في مدينة صفاقس يقولون إنهم وضعوا خطة عمل استراتيجية لتنمية المدينة على مدى السنوات القادمة، لكن مثل هذه الخطط الاستراتيجية لا تبدو مقنعة بالنسبة لأهالي وسكان المدينة الذين يصرون على أن مدينتهم ما تزال مظلومة ومهمشة من طرف السلطات إلى حد الآن. صحيح، هو معناها ربما الحكم هذا او الحديث اللي قاعدين نسمعوا فيه معناها عنده اساس، لانه اهالي صفاقس يحسوا انه سواء في الحقبه البرجيبيه ولا من بعد في نظام بن عليم صفاقس هذه رغم امكانياتها الاقتصاديه، ونعرفوا مدينه معناها عرفت وما زالت معروفه بانها العاصمه الاقتصاديه لتونس بإمكانياتها الكبيرة على مستوى الفلاحي الصناعي التجاري، لكن رغم ذلك هذه المدينة لم تأخذ حظها من الاستثمارات، يعني الاستثمارات اللي تقوم بها الدولة. وللأسف ما كانش عندها حظ كذلك بعد الثورة، باعتبار أنه المشاريع اللي نقولوا احنا الأهالي صفاقس يحلموا بها منذ عشرات السنين اللي هي المشاريع الكبرى نسميها أو المشاريع المهيكلة معنا كلها معطلة إلى الآن، ما زالت مشاريع معطلة لعدة أسباب. أنا نقول من بين الأسباب هذه فما الأسباب السياسية، لأنه ما كانش فما ربما إرادة سياسية معناها واضحة، ومعناها يعني حتى بعد الثورة على إنجاز المشاريع حتى بعد الثورة لم تكن هناك إرادة سياسية. يعني صفاقس كل انتخابات كل الأحزاب تنزل بثقلها في صفاقس، أكيد يعني معناها حاضرة في البرامج الانتخابية موجودة بثقل كبير، صح. ولكن في الواقع شيء ثاني، صح. هو أنا كنت مش نواصل ونقول لك الأسباب عديدة، منها لسبب الغياب الإرادة السياسية اللي هو كان موجود خاصة في الحقبتين الفارطتين بعد الثورة. ربما كانت موجودة بعض هذه الإرادة موجود منها، معناها سواء في مشاريع ناخذ مثلا بين المشاريع الكبرى كما مشروع المترو الخفيف، مشروع تبارورا اللي هو مشروع معناه عمراني كبير، معناه عبارة مدينة جديدة ستبنى على حوالي 420 هكتار. هذه مشروع غير وجه المدينة، أكيد هذه مشروع معناها يعتبر الآن حلم وأمل كل أهالي صفاقس. كي ناخذ مشروع تبارورا مثلا، هو مشروع للأمانة نقوله أنه بعد الثورة عقدت عدة مجالس وزارية لأجل هذا المشروع وتم تذليل عديد الصعوبات، لكن لا تزال صعوبات أخرى. الفعل هو مربوط بأمور فنية لا أكثر ولا أقل، لأنه راه إنجاز مشروع ما هوش معناه بين يوم وليلة ولا في سنة ربما ينجز المشروع هذا. احنا إلى الآن
رغم الخطوات المبذولة على مستوى مشروع تبارو، لكن ما زلنا إلى الآن معناها هناك عديد المعوقات لهذا المشروع. معناها الآن ما زلنا في مرحلة فنية تسمى مرحلة إعداد مثال تهيئة تفصيلي للمشروع. طيب العمل البلدي بعد الثوى هناك لوم بشكل عام على أداء البلديات، ومنها بلديات صفاقس، يعني أنت رئيس البلدية الكبيرة في صفاقس. صح. أين هي يعني أو ما هي المعوقات التي يعني كانت السبب في هذا الوضع الحالي؟ تلوث شيء، يعني كل ما تتجول في طرقات صفاقس وضع بيئي، يعني الوضع البيئي صعب غير مرضي، يعني ما فماش أداء بلدي في تطور حسب ما قالوا لي، يعني حسب ما حدثوني أهل صفاقس. لماذا؟ هو شوف الوضع العام بعد الثورة في علاقة بالمجال المحلي، شنو اللي صار؟ هو اللي صار انه تم حل المجالس البلدية السابقة اللي يفترض كانت منتخبة في النظام السابق، وتم تعويضها بنيابات خصوصية نسميها، والنيابات الخصوصية هي معناها هياكل قانونية مؤقتة. المشكل المؤقت ما هو؟ مشكل المؤقت انه غير قادر على التخطيط، لانه ما يعرفش المدة اللي باش يعمل فيها كم، يمكن يعمل لمدة شهر او سنة. احنا الان عندنا 3 سنوات، ما كناش نتخيلوا انه ربما من يوم معناها تعيين على رأس بلدية صفاقس انه مش نواصله لمدة 3 سنوات. هل عندكم خطة لمشاريع استراتيجية؟ هل لديكم خطة للعمل؟ وعلى اساسها ممكن حتى الناس يحاسبوك برغم انهم ما انتخبوكمش في النهاية. هو رغم اللي قلت لك النيابات الخصوصية هي مش هياكل ربما دائمة، ايش معناها دائمة؟ معناها عندها مدة نيابية معينة تنجم تخطط على ضوء المدة هذيك، لكن ما يعنيش هذا لم معناها توقفت عملية مسار إنجاز المشاريع والاستثمارات داخل المدينة، لا، لأنه كي نشوفوا احنا في 3 سنوات الفارطة على مستوى البنية التحتية تم إنجاز عدة مشاريع. صحيح معناها ربما المشاريع هذه ما تظهرش برشا للمواطن لاعتبارات عديدة. نعطيك مثال، البنية التحتية على مستوى الطرقات احنا قمنا بإعداد استراتيجية ودراسة كاملة اتضح منها انه حتى نقوم بصيانة الطرقات البلدية اللي موجودة داخل المنطقة البلدية لبلدية صفاقس تحب لنا اكثر من 60 مليون دينار، يعني 60 مليار من المليمات. بطبيعة ما تنجمش انت تقوم بصيانة الطرقات في سنة او في سنتين، لابد من مخطط. شكرا جزيلا لك سيدي. شكرا. بهذا نصل مشاهدينا الاعزاء الى ختام هذه الحلقة من برنامج المغاربي، الى ان القاكم الاسبوع القادم، لكم مني اطيب المنى، الى اللقاء.